حياكم الله من جديد مشاهدين صباح الخير يا كويت. مثل ما ذكر عبد الرضا قبل شوية راح نتكلم عن موضوع جدا مهم، التمارين الرياضية وارتباطها بالتغذية السليمة ومساعدتها في انقاص الوزن. هذا الموضوع أكيد راح يكون مع أستاذة التغذية الاختصاصية التغذية العلاجية الأستاذة سمية الإبراهيم. صباح الخير. صباح النور منيا، حياك الله. الله يحييك. احنا بنكمل موضوع الرياضة، يمكن بلشنا فيه أنا وغادة الأسبوع اللي طاف. نعم. بس خذانا الوقت وما كملنا كل المحاور. راح أرد بس أراجع بصورة سريعة ليش احنا وايد نركز على موضوع الرياضة وشنو فائدة الرياضة. يمكن الناس دائما عبالهم أن الشخص اللي هو يعاني من زيادة الوزن بس هو اللي يسوي رياضة. صحيح. الأشخاص الأصحاء اللي صغار بالسن اللي ضعاف هذول يمكن بالنادي الناس يقولون لهم مش شايبكم، يعني او لما يشوفون استاذة سمية واحد بجسمه متناسق او ضعيفة او كذي يقولوا ليش جاي النادي. بالضبط بالضبط. فهي الرياضة ما هي مقتصرة بس لاسباب نزول الوزن، وانما احنا كلنا مفروض نمارس الرياضة بشكل يومي. فوائد الرياضة، طبعا الفائدة الاولى اللي احنا كاخصائيين تغذية نركز عليها اللي هو نزول الوزن، لان لما الواحد يمارس الرياضة بشكل يومي فهو قاعد يفقد سعرات حرارية، والمعادلة بسيطة بنية، السعرات الحرارية المفقودة لازم تكون اكثر من السعرات الحرارية اللي أنا قاعد أكلها عشان يقدر وزني ينزل. فهذه الفائدة الأولى. أيضا الفوائد اللي هو تحمي من أمراض القلب، تنزل الكوليسترول وتنزل الضغط. فمفروض النظام الغذائي للأشخاص اللي كوليسترولهم زايد واللي ضغطهم مرتفع، مو بس نحطه على نظام، وإنما الرياضة هي تعتبر جزء مهم لكنها وايد مهملة للأسف. إن مثل ما أنت ملتزم قاعد تأخذ حبتك وقاعد تأخذ إبر الإنسولين، مفروض هم تلتزم موضوع الرياضة، مو لأن هي الرياضة مياية على شكل حبة فأنت مستهتر فيها. الرياضة ممكن تخليك تستغني عن هذه الحبوب. بالضبط. فنزول الوزن وممارسة الرياضة ممكن تقلل من الجرعات والواحد ممكن يوقفها، خاصة حق موضوع حبوب السكر. عظام أقوى، خاصة الموضوع اللي هو الأثقال. يمكن المرة اللي طافت إحنا جايبين الدمبلز من وقت الإيد، لكن هم في اللي هو مالت الريل اللي تنحط على الساق أو تنحط على القدم، وإن الواحد ممكن يتحرك فيها أو يسوي اللي هي التمارين حق الريول كلها. طبعا في تمارين معينة حق الفخذ مثلا، العضلات اللي برا، العضلات اللي داخل، العضلات اللي فوق. فعلى حسب التمرين المعين، لما انا احط ثقل بريلي فانا قاعد اقوي عضلاتي وبالتالي هم العظام تتقوى، ففرصه الاصابه بها شاشه العظام تكون اقل. تزيد من الذاكره، تحسن من احنا نسميها الكوجنيتيف فانكشن او اللي هو الادراك. ايضا بالنسبه حق الحالات اللي عندهم اضطرابات بالمزاج او اللي عندهم اللي هو موضوع الاكتئاب، فالرياضه لانها تساعد في افراز بعض الهرمونات اللي تخلي الواحد نفسيته احسن. عشان جانب نفسي يعني. بالضبط. فعشان كذي الناس اللي عندهم شوي حياتهم مضطربه او خلينا نقول في ستريس بحياتهم راح يحسون ان الرياضه يعتبر شوي منفس حقهم ويحسن من موضوع. مثل ما في رياضات اصلا متخصصه مثل التاي تشي، مثل اليوغا، مثل غيرها، هي متخصصه في هذه. بالضبط. اللي هو الريلاكسيشن، شلون الواحد يتنفس وقت الرياضه، هذه كلها يسمونها المديتيشن. صحيح. او موضوع التامل، هذه كلها ممكن تسوي ريلاكسيشن حق الشخص. ايضا تحسن من النوم، اللي هو الناس عندهم اضطرابات في النوم، وفرصه السقوط تكون اقل. شنو يعني؟ الحين خاصه كبار السن منيا، لو مثلا احد دزهم او يد كره عليهم فتلاقيه ممكن بسرعه يختل توازنه ويطيح، لكن صحيح. اذا الواحد يسوي رياضه من وهو صغير يكون هو عنده الاتزان افضل. وهذه بعض الرياضات مثل ما انت ذكرتي اليوغا، البيلاتيز، هذه رياضات تزيد من التوازن. من واحد يوقف على ريل وحده فتره او يعني فرصه ان انا اطيح من اي طقه تكون، ان لو انا دزيتك منيا راح تتحركين وتثبتين نفسك. موجود. بالضبط. لكن لو واحد كان ما يمارس الرياضه هذه وزنه زايد تلاقين ممكن اي طقه يطيح على طول. بالضبط. فهذه من ايضا فوائد الرياضه. الرياضه منيا مو بس ان انا اروح النادي او البس لبس الرياضه وانا اتحرك، هم مهم ان انا ازيد من حركتي طول اليوم. شلون يعني؟ خاصه الناس اللي قاعدين على المكاتب اللي دوامهم بس بالكمبيوتر، لا يتمر عليكم ساعه انتم بس قاعدين. نعم. بدال ما تطرشون البورتر يجيب لكم اشياء، انتم قوموا اتحركوا. تحرك. بالضبط. انتم قوموا سووا لكم الشاي مثلا. هذه الحركه الصغيره هي اللي ممكن تسوي فرق. فهو مو بس انه موضوع ان انا اروح النادي، وانما حتى طول اليوم انا ايش كثر قاعد اتحرك. عشان كذي قاعد يجي موضوع الساعات، ان كم خطوه انا مشيت باليوم، ساعات متخصصه، في ايضا ابلكيشنز ممكن تكون موجوده. صحيح. بالتلفزيون الهدف فيها سعرات حق هذا وضربات القلب وكل شيء. بالضبط. يعني فالهدف ان الواحد تقريبا يمشي 10,000 خطوه باليوم. نعم. انكلودنج اللي هو موضوع الرياضه، لكن خلي الواحد يزيد من حركته باليوم. يمكن عندنا صور
احنا هني منيا قبل كان النظام الحركي عندنا جدا عالي، خلينا نقول على سبيل المثال الامهات بالبيت ما كان في وايد خدم نفس اليوم، وما كان في عاملات في البيت اللي يساعدوننا في ولا كانوا هم يشتغلون مثل اليوم يعني خارج البيت قصدي. بالضبط، فتلاقين يعني شوف الصوره هذه هي قديمه، لكن شوف شلون كانوا يغسلون الملابس قبل. ترى هذه احنا لو نترجمها على واقع اليوم هذه نوع من انواع الرياضه. أكيد. لما انا اجيب الخشبه هذه واحط فيها الملابس واقعد اغسل ترى مجهود. طبعا فهو مجهود يعتبر. القبل اللي هو لعبه الحيله هذه هم صوره ثانيه. القبل شلون او في للحين موجوده في احد البلدان شلون الناس يغسلون ملابسهم. فالاشياء اللي احنا كنا نمارسها بشكل يومي قبل هي كانت تعتبر جزء من الرياضه. ترى قبل ما كان في احد يروح نادي يسوي رياضه. اي صحيح، ما كانت موجوده، لكن الناس بالضبط، لكن الناس كانت مشغوله في اداء مهامها اليوميه اللي هي اليوم تعتبر ايضا رياضه. غسيل الصحون، تنظيف البيت، نفس ما انا قلت غسيل الحين الملابس عندنا نقطهم بالغساله انتهينا. يعني قبل كانوا بالضبط غساله ماعين. بالضبط صح. فكل شيء الحين صار الملابس ممكن وديناها المصفى. يعني حتى انا لو بمسك الاوتي واقعد كل ساعه اكوي هم هذه فيها حركه، لان احنا حياتنا ما عادت نفس قبل. صحيح. احنا اللي يعني مثل ما قلت نسبه السمنه والامراض قبل جدا قليله. من الاسباب اللي كانت ما في سمنه ان احنا كان نظام حياتنا اصلا فيه حركه. نعم. فالحين لان يعني صار في اجهزه تخلي هي اللي مثل ما قلت غساله صحون، غساله ملابس، وفوق هذا هم وحده هي اللي تحط، مو تقولي ان احنا بعد اللي قاعد نسوي. فعشان كذي صارت مفهوم الرياضه والنادي مهم، لان الامور اللي احنا كنا نسويها اللي كانت تعتبر رياضه مقسمه على اليوم كله ما عادت موجوده بشكل نهائي. وبالتالي احنا محتاجين نعوض الحركه هذه في الروح حق النادي. شنو انواع الرياضه منيا؟ في نوعين، في رياضه اسمها مودريت اكسرسايز او رياضه متوسطه الشده، وفي رياضات اسمها الهاي انتنسيتي او رياضات عاليه الشده. رياضه متوسطه الشده مثل السباحه، مثل القاري، مثل المشي. شلون اقدر اعرف اذا هذه متوسطه الشده؟ ان انا شوي قلبي يصير يرقى ونفسي يصير اسرع، لكن انا اقدر اسولف عادي واقدر اتكلم عادي وما يروح النسم يعني لما انا امارس الرياضه هذه. انواع الرياضه هذه المفروض انا امارسها على الاقل من مرتين ساعتين ونص بالاسبوع. اقسمها يعني الافضل انه يكون يوم وترك تتوزع خاصه الاشخاص اللي عندهم امراض. نعم. بالنسبه حق الرياضه اللي هي عاليه الشده او اللي نسميها هاي انتنسيتي اكسرسايز مثل حمل الاثقال، مثل الزومبا، الجهاز هذا اللي اسمه الغزال اذا انا مشيت عليه بسرعه عاليه تكون ايضا اسمها اللي هو الهاي انتنسيتي، وهذه من الاجهزه الامانه اللي انا وايد انصح فيها حق الاشخاص اللي يبون يحرقون دهون. لان بسرعه تحرق دهون ولو تشوفين ما هي سهله يعني خاصه لما نقول حق الناس جدا. بالضبط، لما اقول حق الناس دقيقه يلا تجيبين عليها لا يبيلها لياقه عاليه. بالضبط، فلما ابدي اقول حق اي احد انك انت تبلش اللي هو موضوع جهاز الغزال راح اللي مو متمرس. صحيح. يمكن خمس دقائق ما يقدر يكمل لانها. صحيح. متعبه، لكن اذا الواحد يبي يحصل نزول الوزن على الاقل 20 دقيقه ولو نسويها اللي هي رياضه عاليه الشده. عاليه الشده يعني انا النسم مالي يصير خلاص اولموست مقطوع. بالضبط، زائد ان انا لما يكون احد يمي ما اقدر اتسولف معاه جمله متكامله، الصوت يبدي يروح لانه ما اقدر اتنفس، دقات القلب تكون وايد سريعه. هذه انواع الرياضه. كميه التعرق اعتقد بعد السنة. بالضبط، كميه التعرق تكون جدا عاليه فيها. هذه النوع الرياضه اللي هي تحرق دهون بشكل افضل واسرع من الرياضات متوسطه الشده. عشان كذي الناس اللي خلينا نقول مثلا ما عندهم سمنه وايد مفرطه ويقولون ان ما اقول لهم سووا رياضه يقولون خلينا نمشي، اقول لهم لا تمشون، مو بس مشي، المشي ما راح يحقق هدفكم في نزول الوزن اللي انتم تبونه. محتاجين رياضه شوي عاليه الشده. تبي تمشي معناها لازم تسوي الهروله او الركض. بالضبط، انك تركض بعدين تريح، تركض بعدين تريح، اللي يسمونها الهاي انتنسيتي انترفال تريننج او الرياضات عاليه الشده المتقطعه. هذه النوع من الرياضات منيا شافت الدراسات ان هي تحرق وزن بصوره اسرع وايضا تحافظ على نزول الوزن وتزيد من صحه القلب. هاي انتنسيتي اكسرسايز يعني انا مثلا لو بالجهاز اللي احنا حطيناه هنا ان انا اسوي وارم اب تقريبا ثلاث دقائق وبعدين لمده 30 ثانيه اكون اسرع شيء على الجهاز او اركض بصوره سريعه، او حتى في تمارين بالبيت مع الاثقال ان انا اوقف واقعد اوقف واقعد بصوره سريعه لمده 30 ثانيه بعدين اريح 90 ثانيه بعدين ارد مره ثانيه 30 ثانيه بصوره سريعه تكون متقطعه وعاليه الشده لمده تقريبا ربع ساعه. هذا اللي يسمونها الهيت سيشن، تلاقين نتائجها جدا ايجابيه في موضوع نزول الوزن. فهي نصيحه مره ثانيه ان حق الناس
الناس اللي زايد وزنهم اللي ما عندهم خلينا نقول مشاكل بالركب او ساعات السمنه المفرطه ما نقدر احنا نعطي اي رياضه حق شخص وايد عنده سمنه انه يسويها لانه ممكن تاثر سلبا على صحته. فالناس اللي عندهم زياده بالوزن لكنهم يعني اصحاء وما عندهم مشاكل مثلا بالديسك او مفاصل اقول لهم سووا رياضات عاليه الشده اللي هو الجري الاثقال. الاثقال هم انا بالنادي منيه ساعات هذه رياضات الهيد سيشن موجوده هنا يمكن ما هي واضحه وايد على الشاشه بس لو اي واحد يدش يوتيوب او يدش جوجل ويكتب رياضه الهيد سيشن بالبيت لو تشوفين مستخدم كراسي مستخدم فهو اشياء بالبيت يسويها ويقول لك انت تسوي الحركه هذه لمده 30 ثانيه وتريح وتسوي الحركه اللي وراها لمده 30 ثانيه وتريح على مدى 5 جولات لكل تمرين. هذا اللي ما يقدر يروح النادي او ما عنده وقت او التزامات بالضبط مو بالضروره الواحد يروح نادي. انا اتفهم خاصه النساء اللي عندها اولاد واجبات تدريس هي عندها دوام بتراعي امور البيت اتفهم انه ماكو وقت حق النادي لكن في امور معينه انت بالبيت تقدرين تسوينها اللي تساعد ان انت تتخلصين من الوزن الزائد وتمارسين الرياضه بشكل يوميكنت قاعد اقول لك منيا يكون ساعات يمي بالنادي بنات على خلينا نقول اجهزه الاثقال تلاقينها قاعد تعلج وقاعد تسولف عادي ومعاها تليفون. انت ما قاعد تسوين شيء يعني اذا الرياضه اللي انت قاعد تسوينها ما قاعد تخليك تعرقين او ما قاعد تخليك ما تقدرين بالضبط انت ايش قاعد تسوين وطلعت تروح يمنا قهوه تطلب لها فرابتشينو يعني انتوا قاعد تقصون على نفسكم يعني انتوا دافعين وانتوا مشتركين في النادي وهم هذه يمكن في شغله طريفه يمكن نكته طلعت انه ترى لما تشتركين بالنادي الاشتراك بحد ذاته مو هو اللي راح ينزل وزنك أكيد. لما انت تروحين النادي لان في ناس وايد يروحون يدفعون الاشتراك تحضر يوم يومين وخلاص بالضبط لكنها دافعه اشتراك سنه وما تروح النادي الا يمكن أكيد. 3-4 مرات والدليل استاذه دائما تشوف النوادي بدايه الشهر تلاقين كميه عاليه من المشتركين لان بدايه الشهر توهم يبون يبدون الرجيم وخطه جديده بعد اسبوع ما تشوفينها بعدين خلاص يطفون بالضبط لكن مختصر هذا الكلام انه مثل ما قالوا الاولويين الحركه بركه بالتاكيد أكيد. شكرا جزيلا لك استاذه سميه الابراهيم اختصاصيه تغذيه علاجيه وهذه النصائح مفيده للجميع ونتمنى الكل ياخذها بعين الاعتبار نتمنى لكم نهاية أسبوع جميلة وموفقة إن شاء الله للجميع على أن نلتقيكم غدا يلتقونكم الزملاء في نفس الموعد مع السلامة.